السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نبدا معكم نهاري اليوم. داز زوين صراحه. اليوم نهار السبت. اولا كنقول لكم مبروك مبروك للمنتخب المغربي. فرحنا كلنا والله، الله يخلي لنا بلادنا وان شاء الله دائما نعيشوا فرحانين فيها يا ربي. المهم انا غادي نشارك معكم الروتين ديالي النهار كامل، كنتمنى انه يعجبكم. بالاخص ان صهيب غادي يطيب العشاء هو. المهم غاديش نطول عليكم، نخليكم مباشره تشوفوا الفيديو، فرجه ممتعه. نبدا معكم هذا الفيديو البنات بالغديوان ديالنا ان شاء الله. اليوم السبت، اليوم المهم انا الدراري ما كياكلوش ليا القرشف، ما بغيتش نحرم راسي من دوك الخضر اللي ما كياكلوش، داكشي علاش قررت انني مره نطيب لي ماما داكشي اللي كياكلو، انا ناخذ شويه من هذا الشيء، ولكن الساجه كتاكل معايا وصافي. درت الخرشف نقيتو البارح، درت ليهم هما قليله ديالهم، درت فيها دجاج وبصلة وربيع وثومة، وانا ديالي درت فيها اللحم على الخرشف، كيجي غير مع اللحم، درت اللحم ودرت بصلة والربيع، كنخليهم يتقلاو شوية ديال، خلطت ما بين زيت الزيتون والزيت العادي فيهم بزاف. هنا ضفت الملحه، شويه الملحانه وشويه الملحانه، هنا ما كنكثروش الملحه، هاد الخرشف راه مالح. غادا نزيد شويه ديال الماء باش ما يتحركش لينا العطريه، شويه البزار، خرقهم بلدي، كنجبير، تحميرة، غادي نضيف الماء الكافي وغادي نسد على الكوكو، وهنايا مازال غادي مباشره غير يغلى غادي نضيف الخضره. البنات تشوفوني كنكثر الماء، كنكثروا باش ما نعاودش نزيد الماء في الوسط ديال الطياب. صافي البنات، هنا بدينا كنوجدوا في العشاء، عزيز كيوجد في الحريره، انا كنوجد في المسمن ديال الشحمه. المهم كل واحد كيدير حاجه، والهضره رصيتو تيطيب. انا وصهيب، عزيز وصهيب. المهم هنايا هو قطع البصله دارها هو عزيز، دابا خاصو فاش يبدا يطيب خاصو يحط جميع المكونات اللي يخدم بهم يحطهم حداه باش ما ننساش. ماشي بحالي، كندير البصله ونمشي نجيب مركز الطماطم، نمشي نجيب الضامه، نمشي نجيب، المهم كل مره كنجيبو حاجه، هو خاصو كلشي في دقه واحده. المهم حتى العدس ها هو راه كلو ربيع. واش ما تتشوفيش؟ قول لها واش ما تتشوفيش؟ هما الاختصاص ديالهم الحريره، كل السبت كيطيبوا الحريره. الشاب صهيب. بارك الله عليه. اللي بغى احسن حريره في العالم يجي عند صهيب يصيبها لي. عاد دابا اش كيدير؟ حتى ما يبقاش فيها ورق. انا جريت عليا بلاصتي. اصبري معنا صافي.
راح نتوجدوا للعشاء حيت المنتخب ان شاء الله يتأهل. شحال يماركيو؟ بغينا ندوزوها بنصبي، حنا بغينا انا هذا لا لا مازال 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 خصو يطحن. صويب واش انت طبيب بحال هكا ولا شنو؟ وشنو داير؟ اشو؟ مهم البنات راه اغلبيه كنديروا اللحم عزيز، اغلبيه كيطيب اللحم. ودابا ما كاينش ما كاين اللحم في الثلاجه في الفريكو، ولكن ما جبتوش قبل. صافي غادي نديروا الضامه ديال البكري. اش دير وحده كامله؟ وحده كامله. ندير شويه من هنا. كضحك الصويب بايدك. صويب حادق. خلط في نفس الوقت البنات، انا راه كنوجد السمن ديال الشحمه هنا، قطعت شويه ديال الفلفله خضراء وحمراء، درت شويه ديال الشحمه مذوبه، درت معلقه صغيره ديال مركز الطماطم. هنا وجدت جوج بصلات، هذه الخضاريات كيجيو زوينين في السمن. غادي نطحنهم في الهشوار، وغادي نطحن شويه الربيع ونضيف لهم ديك الساعه نقول لكم العطريه اللي عندي، وهما ربعه مضاربين مع حياتهم. دابا غادي نديروها المهم نسدوها. هي صراحة الحريرة ديال عزيز كتجي خطيرة، كتجي واعرة. اليوم ديال صغير تقريبا، ولكن الدراري ولاو كيقولوا ليه لا انت اللي طيبها لينا، هذاك الشيء علاش مرة دارها لهم قالوا ليه والو طيبها لينا انت. دابا كل سبت كيديرها لهم، واليوم انا زدت المسمن ديال الشحمة باش يتعشاو به. حيدوا علينا العشاء دابا، نغداو العشاء باش في الليل نخرجوا نحتفلوا. الليل نخرجوا من الماكله. اها ونخرجوا نحتفلوا. اه متاكد؟ اه ونخرجوا شويه. تربح المغرب. تاكلوا وتفرجوا. صافي دابا هما راه مشاو، خلوني بوحدي في الكوزينه. هنا حطيت هكا الفلفله حمراء وخضراء، درت معلقه كبيره مع عامراش ديال مركز الطماطم، شويه ديال الشحمه مذوبه، البصله هي طحنتها في الهشوار، شويه ديال الربيع كنكثر شويه الربيع، وغادا نزيد شويه ديال الملحه. بالنسبه للتوابل غادي ندير البزار، التحميره، سكنجبير غير واحد شويه، خرقوم بلدي، قزبر يابس مطحون، كمون، والسودانيه. ودرت حتى شويه ديال الزيت، ما عرفتش واش ذكرتو لكم ولا لا. المهم غادي نديرها فوق البوطه، غنبقى نشحر فيهم نشحر فيهم، ما نديرش ما نهائيا، حتى كطيب لينا الشحمه تذوب والفلفله تطيب البصله تطيب، المهم داكشي كله يطيب. وغادي نحيدها نخليها حتى كتبرد تماما، مباشره ندوز نوجد العجينه ديال المسمن. صافي البنات، دابا دزت باش نعجن العجينه، راه حتى تغطينا عاد باش غادي نعجن العجينه. درت 500 غرام ديال الدقيق الفورس، 100 غرام ديال الدقيق الفينو، تقريبا 5 الكيسان فورس وكاس واحد فينو، ودرت الملح. وغادي نعجن بالماء عادي يعني من الروبيني،
بدلك مزيان وما نخليوهاش تلصق في الايدين، يعني تكون قاصحه واحد شويه. صافي العجينه ديالي عجنتها مزيان، دابا غطيتها بالسلوفان وخليتها باش ترتاح واحد شويه، عاد ندوز نكرصها. صافي البنات الحشوه ديالنا راها بردات مزيان، كذلك العجينه ارتاحت. غادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي نسرح، درت 4 ديال الكرات كيف شفتوا معايا. غادي ناخذ كره واحده وغادي نسرحها حتى المكان ديال العمل يبدا يبان. البنات تشوفوا يدي كحلين شويه، راه تنقيت الخرشه في البارح هو اللي دار لي بحال هكا في يدي، واخا غسلتها ودرت الحامض والو ما بغاش يتحيد، وما كنعرفش ننقي الخرشف وندير الليكات نهائيا، اي حاجه ما كنعرفش نخدم بالليكات. صافي من بعد ما سرحت العجينه ديالي رقيقه مزيان، غادي ناخذ الخليط ديالي هذا اللي دايره في المقله، غادي نقسمه على ثلاثه حيت العجين الاخر ما غاديش ندير فيه الحشوه. وغادي نطوي المسمنه ديالي بحال كنصيفي مسمن عادي. مرة كندهن بالزيت. غادي نحط هذه هكا على جنب، وغادي ناخذ كره وحده وبنفس الطريقه، يعني غادي ندير فيها الحشوه ديالي ونرجع معاك. دائما كندهن بشويه ديال الزيت. صافي البنات من بعد ما سرحت العجينه ديالي درت فيها الحشوه، كناخذ هذيك المسمنه اللي صيبت في الاول، الفوقاني ديالها كنديرو هو لتحت بحال هكا، وغادي نطوي المسمنه ديالي. صافي هنايا الثالثه حتى هي بنفس الطريقه، ودائما الجهه اللي كتكون الفوق هي اللي كنرجعها لتحت. وبالنسبه للعجينه الاخرى الرابعه والاخيره ما كندهنهاش، ما كنديرش فيها الحشوه، ولكن كندهنها بالزيت. غادي ناخذ المسمنه اللي درت، غادي نقلبها دائما كنقلبها، غادي ناخذ شي ديال الزيت غير شويه، كندهنها صافي وغادي نسدو المسمنه ديالنا. عرفت لها غير السكراس ساليتها ساهله ودغيا دغيا كتوجد. صافي البنات من بعد ما كملت المسمن ديالي غطيته بالسلوفان وخليته يرتاح، دابا غادي نكرصو. في نفس الوقت مشيت جمعت شويه الدنيا، غسلت المعينات كاملين، وصهيب رجع لحريرتو. اش كدير دابا؟ شنو هذاك؟ البيض. غادي يدير فيها البيض. صافي راه طابت دابا كيتسنى فيها تغلى، وصافي غادي يزيد البيض، وانا غادي نكرص المسمنه ديالي وندخلها الطيب. صافي البنات مسمنتي هي كطيب هنايا، الحريره راه طفاو عليها، مشاو يجيبو ادم عنده اليوم عنده لونغلي، مشاو يجيبو من المدرسه. وصافي المعنات عرفتو راه سبحان الله ما كيساليوش. هانتوما شو شحال في المعنه غسلت هنا، شحال المعنه انت غسلت هنا، ولا فيسيل حتى هي غسلت فيها المعنه امرين. المهم الدنيا كلها جمعتها ما بقى والو. دابا غادي نستنى غير المسمنه طيب، خرجها ونغطيها ونمشي نجلس نرتاح. عندي شي حوايج كنت صبناهم خاصني نطويهم، وصافي هادشي اللي كاين. هاي المسمنه ديالي طابت البنات، هادشي حرمشه سمعوا هانتوما، وكتجي رطبه في نفس الوقت، راه ما كتجيش قاصحه. صافي دابا الحريره طابت، المسمنه طابت، غادي نخليوها حتى للعشاء ان شاء الله. ايوا صافي هادشي اللي كاين هاد النهار، دابا نمشيو ونشوفوا
الا قدرنا نشوفوا شويه المنتخب، ما قدرناش نمشي للجنين. والبنات مبروك علينا الفوز ديالهم. ودي المغربيه هما دغيا غادي نحط لهم باش ياكلوا وغادي نخرجوا. دابا عرفتوا الاحتفالات راه باديه، حنا بدلنا حوايجنا دغيا وجدنا راسنا. انا نوريكم الدراري السوتونيات صافي، نخرجوا ان شاء الله. دابا غادي نعطيهم ياكلوا حيت فيهم الشوع ونخرجوا ان شاء الله. ايوا تنتلاقاو ندير لكم شي لقطات. ديما المغرب. هاي ماما احنا جينا ماما محتفله. مالك ما بقاش عندها الصوت؟ ماما ما بقاش عندها الصوت. ماما فين نجمه؟ فين نجمه؟